أول بيت للثقافة العراقية في الفلوجة عام 2004، منه انطلقت فكرة تأسيس البيوت إلى بقية المدن. موظفوه اليوم يتنقلون بين دار مستأجرة وداخل إحدى غرف المؤسسات الحكومية بسبب توقف الأعمال الإنشائية للبناية المخصصة منذ 7 سنوات. كبيت ثقافي في الفلوجة نعاني اليوم من عدم وجود مكان يليق بسمعة البيت ويليق بالفلوجة ويليق بمثقفيها وروادها. نتخذ اليوم غرفة صغيرة في مركز شباب الفلوجة لا تعبر عن طموحاتنا، ولكن من هذه الغرفة تنطلق الأنشطة. وتعزو لجنة الثقافة النيابية توقف عمل المشروع إلى تقصير الشركة المنفذة والتي استلمت كامل المبلغ دون إكماله، مشيرة إلى وجود تحرك لسحب المبالغ المتبقية بذمتها. بناء جاهز من 2014، لكن أكو خلافات مادية أو إدارية بالمحافظة مع المقاول فتوقف عمل هذا البيت. المقاول مستلم جميع المخصصات السلف، لكن البناية نسبة الإكمال بها 60%. نحاول قدر الإمكان الآن أنه إرجاع بقية الأموال والبدء بإعمارها وتكملة بناها. بدأ البيت الثقافي في الفلوجة على شكل كشك صغير يلتقي عنده مثقفو المدينة، لكن طموحهم بقصر ثقافي يليق بضيوفهم الوافدين للمدينة ما زال ينتظر إكمال بنايتهم التي طال انتظارها. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار.